أجمل تحية أعزائي ومتابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف للسابع من شهر آذار مارس إلى الجمعة 13 من نفس الشهر. نتوقع زيادة في عدد الإصابات بمرض كورونا وكذلك الوفيات، وقد تطال شخصية مهمة. عدو غير مرئي نشر الهلع على امتداد الكرة الأرضية. الفيروس الزاحف بسرعة أذهلت الجميع شعوبا ومسؤولين، استنفر العالم أجمع. 124 بلدا هي ساحة انتشار الفيروس حتى الآن، وعشرات آلاف المصابين وآلاف الوفيات هي الصورة الماثلة أمام العالم حاليا. أسوأ ما في الأمر أن الفيروس العابر للحدود يتمدد بسرعة حاصدا أرواحا ومجبرا دولا على غلق حدود وأجواء بشكل صارم في صورة ما كانت لتحدث حتى في أسوأ النزاعات. وبعد الصين التي تقول إنها تحرز تقدما في احتواء الفيروس، باتت القارة الأوروبية وعلى نحو سريع بؤرة لتفشي فيروس كورونا أو كوفيد-19. إيطاليا المعزولة عن العالم صدمت بأعداد الوفيات المرتفعة التي سجلت في الساعات 24 الأخيرة. وفي دول شمال القارة أغلقت دنمارك حدودها أمام الأجانب، والنرويج ترحل كل القادمين إليها لبلدانهم خوفا من انتشار الفيروس، وترسل جنودا سابقين ومتطوعين إلى مطار أوسلو للمساهمة في منع انتشار العدوى. سويسرا أيضا ستلجأ إلى نشر الجيش للتصدي للفيروس. حدود كل من بولندا وقبرص وتشيكيا وسلوفاكيا أغلقت أيضا أمام الأجانب والمواطنين الراغبين بالسفر. وأوكرانيا علقت كل الرحلات الجوية، فيما تستعد روسيا لخفض رحلاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، كما قررت منع دخول الأجانب عبر حدودها البرية مع النرويج وبولندا. تركيا بدورها أوقفت الرحلات الجوية مع 9 دول أوروبية. وبعد قرار ترامب وقف الرحلات الجوية معها، شهدت دول أوروبية إجراءات مماثلة تجاهها من بعض دول أمريكا اللاتينية. إغلاق تام للمجال الجوي تعيشه الكويت، والسعودية تعلق كل الرحلات مع الخارج بدءا من الأحد، وعلق المغرب وتونس الرحلات مع بعض الدول الأوروبية. كي يتاح للحكومة الفيدرالية أن تتحرك، أعلن اليوم إقرار حالة الطوارئ الوطنية. سنتمكن الآن من تخصيص 50 مليار دولار، وهو مبلغ كبير لتلبية حاجيات السلطات المحلية والفيدرالية في معركتها ضد هذا الوباء. ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات ستدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل. Coincide col giorno della ricorrenza della Costituzione della specialità dei bersaglieri, ma anche perché, come ha detto il segretario generale Bersari, con oggi riapre.